مقترحنا ان وهذا القرض يقسط مع قيمة المنزل، يعني قيمة البيت 40,000 50,000 على 25 سنة، هذا القسط يكون 43، يعني 3,000 على قيمة المبلغ قيمة البيت، ويقسط هذا المبلغ انه ما يحس بالفرق يعني لهالدرجة، ويقدر بهالطريقة ان يأثث المنزل ويسكن فيه من غير ما يمد يده إلى أحد ولا يسأل أحد مساعده.